سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه. أراد أحد الأمراء أن يتحقق بنفسه من صحة ما قيل له عن وجود قاض عادل في مملكته، لا يتمكن أحد أبدا من خداعه. تنكر الأمير في زي تاجر وامتطى جواده وانطلق إلى المدينة، وعلى مشارف المدينة اقترب منه رجل كسيح يطلب منه صدقة فأعطاه، فإذا الكسيح يتشبت بردائه. التفت التاجر في تعجب إلى الكسيح وسأله عما يريده بعد أن أعطاه الصدقة. قال الكسيح: بلى، لقد أعطيتني الصدقة، ولكن اعمل معي معروف وخذني إلى ساحة المدينة. فأجابه الأمير إلى طلبه وأوصله إلى ساحة المدينة، إلا أن الرجل رفض النزول عن ظهر الجواد، فنهره التاجر قائلا: لماذا ترفض النزول؟ ها قد وصلنا إلى ساحة المدينة. قال الكسيح: ولم النزول والجواد ملكي؟ استشاط الأمير غضبه من هذا الرجل الكسيح، واشتد بينهما الخلاف حتى تجمع حولهما الناس واقترحوا عليهما الذهاب إلى قاضي المدينة. مضى الاثنان إلى قاضي المدينة والناس معهم، وبدأ الحاجب ينادي على المتخاصمين حسب الدور. فاستدعى في البداية نجارا وسمانا، كانا يتنازعان نقودا بين النجار. قال النجار: اشتريت من هذا ثمنا، وعندما أخرجت محفظتي لأنقذه الثمن اختطفها من يدي محاولا انتزاع النقود، وهكذا جئنا إليك. يده على يدي ومحفظتي، ولكن النقود هي لي. أما السمان قد قال: هذا كذب وافتراء، لقد جاء هذا النجار إلي ليشتري مني ثمنا، وبعد أن ملأت له الإبريق بالكامل طلب مني أن أفك له قطعة ذهبية، فأخرجت المحفظة ووضعتها على الطاولة، فأخذها وأراد الهرب، ولكنني تمكنت من الإمساك به من يده وجئت به إلى هنا. صمت القاضي مفكرا ثم قال: أترك النقود هنا واحضر غدا. وعندما حان دور التاجر والكسيح قص التاجر ما حدث، ثم أشار القاضي للكسيح أن يأتي بحجته. فقال الكسيح: كل هذا كذب، لقد كنت ممتطيا جوادي في ساحة المدينة، أما هذا الرجل فقد كان جالسا على الأرض وطلب مني أن أحمله، فسمحت له بركوب الجواد ونقلته إلى المكان الذي يريده. فكر القاضي قليلا ثم قال: أترك الجواد عندي واحضر غدا. وفي اليوم التالي اجتمع المتخاصمون في المحكمة للاستماع إلى حكم القاضي. تقدم النجار والسمان أولا لمعرفة الحكم. قال القاضي للنجار: النقود ملكك. ثم أشار إلى السمان قائلا: أما هذا فاضربوه بالعصا 50 مرة. ثم استدعى القاضي التاجر والكسيح. سأل التاجر: هل تستطيع معرفة جوادك من بين 20 جواد؟ قال التاجر: نعم. ثم سأل القاضي الكسيح نفس السؤال، فأجابه الكسيح: نعم. فأشار التاجر على الفور إلى جواده الذي ميزه بين 20 جوادة، وكذلك تعرف الكسيح على الجواد. عاد القاضي إلى المحكمة وقال للتاجر: الجواد جوادك فخذه، أما الكسيح فضربوه بالعصا 50 مرة. بعد انتهاء المحاكمة ذهب القاضي إلى بيته، فتعقبه التاجر. التفت إليه القاضي وسأله:
عن الذي يريده. أجاب التاجر: لقد أردت أن أعرف كيف علمت أن النقود ملك للنجار وأن الجواد لي. قال القاضي: أما النجار والسمان فقد وضعت النقود في قدح ماء، ثم نظرت اليوم في الصباح إلى القدح لأرى ما إذا كان السمن طافيا على سطح الماء، فلو كانت النقود عائدة للسمان لكانت ملوثة بيديه الدسمتين ولطف السمن في القدح. وأما معرفة مالك الجواد فكانت أصعب بالنسبة إلي، حيث أن الكسيح أشار مثلك إلى الجواد على الفور، ولكنني لم أقدكما إلى الإسطبل لأرى إن كنتما سوف تتعرفان على الجواد، بل فعلت ذلك لأرى أيكما سيتعرف عليه الجواد. عندما اقتربت أنت منه التفت برأسه ومده إليك، وعندما اقترب الكسيح إليه رفع أذنيه وقائمتيه منكسرة، وبهذه الطريقة عرفت أنك صاحب الجواد. في هذه اللحظة ابتسم التاجر قائلا: أنا لست تاجرا أيها القاضي اللبيب، بل أنا أمير هذه البلاد، وقد جئت إليك لأعرف حقيقة ما يقال عنك، وها أنا قد رأيت بنفسي أنك قاض حكيم وعادل، فاطلب مني ما شئت لأكافئك. قال القاضي: شكرا لك أيها الأمير، وهل يحتاج مكافأة من يؤدي عمله بصدق وأمانة؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو. شكرا لكم.